احد الزملاء من النيجر كنت كلمته اليوم واسمه في الصباح، قال لي الملعب اغلق يوم 2 مارس. يعني الاتحاد الافريقي لكره القدم عمل بعض التحفظات وتنغلقوا في 2 مارس، يعني قدم 2 مارس الى شهر يعني سبتمبر حوالي 4 أو 5 أشهر. نظن يعني النيجيريين عملوا كل ما في وسعهم باش يوجدوا الملعب، والملعب هذا الاسبوع الماضي كان لعب فيه لقاء رابطه الابطال بين نادي الدرك ونادي نظن من البوندي، نظن ما وجدوا كل له. ولكن قضى السؤال الذي يطرحه نفسه اسمه بالحاح، لماذا هذه السرعه؟ لماذا هذه السرعه في برمجه اللقاء؟ ولماذا يعني الكاف تعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم في حوالي يعني 20 يوم قبل وصمة اللقاء؟ حسب رأي قادة يبقى هو المخطط اللي كنا دائما وصمة نهضروا عليه، المخطط بتاع الإطاحة بالوطني أنالية لا زال متواصلا، يعني بعد التحكيم والبطاقة الصفراء الآن جاء دور الملعب في انتظار ربما مشاكل وصمة أخرى. ونظن قادة تنبأ باللي لقاء جيبوتي ربما لن يلعب في مراكش بل يلعب في جيبوتي. كل يعني هذا المخطط هو لضرب استقرار المنتخب الوطني من جهه، يعني حابين المنتخب الوطني ما يتأهلش الى كاس العالم. طيب هل يمكن